في قطاع الصحة 3 عمليات بغلاف مالي يقدر ب 7.95 مليار دينار لإنجاز وتجهيز مستشفى 120 سرير بتندوف ومركز لتصفية الدم 24 سرير بتندوف، بالإضافة إلى دراسة إنجاز وتجهيز مستشفى 60 سرير بأم العسل والتي أغتنم هذه السانحة لأوجه لسكانها كذلك سلاما حارا وتحية خالصة من السيد رئيس الجمهورية. بالنسبة لقطاع السكن 4 عمليات سجلت بغلاف مالي يقدر ب 7.15 مليار دينار ويشمل دراسة وإنجاز وتجهيز 60 سكن محسنا لفائز الأطباء الأخصائيين وإنجاز 500 مسكن عمومي إيجاري ومساعدة بقيمة 1 مليون دينار تخص 2000 سكن ريفي و2000 قطعة أرضية في إطار التجزئات الاجتماعية.